يلا. أنورة الرياض بقدوم الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ورعاه. الله يطول عمره. الله يطول في عمره. في لقاء مع أخي وشقيقه صاحب السمو الملكي سيد محمد بن سلمان، وش قلت فيها خميس في بخاري؟ قلت والله هم كل يستاهلوا لو نكتب 100 ديوان في شيوخنا وفي حكامنا ما كفاهم. اي أيوة والله. ولكن مبادرة منا نحن يا الشباب متواضعة متواضعة. أنت الزعيم اللي على القمة رقى، يا فارس أحرار العرب وأبطالها، يا فارس أحرار العرب وأبطالها. أنت المواقف وأنت لا الأعداء شقى، في هيبتك يا سيدي زلزالها، في هيبتك يا سيدي زلزالها. فيصل وش قلت في الامير محمد بن سلمان؟ حفيد من مجده على العز مفتول، مفتول وابن الحزم سلمان رفي الاعلام، سيف على عنق الصعيبات مشلول، صدر الوطن منهم متى يلبس وسام. حفيد من مجده على العز مفتول، حفيد من مجده على العز مفتول، وابن الحزم سلمان رفي الاعلام. حفيد من مجده الصعيبات مسلول، سيف على عنق الصعيبات مسلول، صدر الوطن من همته يلبس وسام، صدر الوطن من همته يلبس وسام، صدر الوطن من همته يلبس وسام، سيف على عنق الصعيبات مسلول، صدر الوطن من همته يلبس وسام. أنا أقول الفخر والمجد مقسوم بين محمد والبيارق رفرفات من جنوب ومن شمال، الفخر والمجد مقسوم بين محمد والبيارق رفرفات من جنوب ومن شمال، الفخر والمجد مقسوم بين محمد والبيارق رفرفات من جنوب ومن شمال. طيب الله ويحكم الجميع، ولا قصرت ولا هي غريبة عليكم، مشكورين. الله يطول عمركم. 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 الله يطول عمركم.